وبين الطريق طلع في يقول ايوه بعد خلاص رجع اعتذر جماعه يبغى يرجع التحكيم ايش المشكله عندك؟ قال يلا جلدتك ولا الموضوع؟ طلع لك ولا الموضوع ايش المشكله يعني؟ انا بوقع اعبر له انا باعتذار سويت له على طول جمت بيرجع ما ادري عنه عاد سويت له اعتذار واحد رياضي يعني ايه والله اخترت بيدي هو وقع لي الورقه تحت ومشى خليته يمشي عرفت؟ والله قلت انا اضبط الموضوع ما في مشكله ما حبيت ترجع دوام انت بعد؟ ايه دوام ما خلص 11 جدك بس عليه ترجع سحب والله العظيم اعطوني استئذان ليه؟ مركز هذا ما انا موجود يقول برا في منطقه ما نعطي من يقول؟ ما يدير المكتب ذاك جبت التجاريه يقول احنا العين نعاون صح؟ ها؟ كلام فاضي يا رجال والله كلام فاضي تروح هناك تتعب معاهم يفكرونك له لعاب ما ودك تذل نفسك حق واحد ما قلت لي طيب يلا مباراة يوم السبت يلا على يدك السبت ما في المكتب فاضي مسكر تسوون من الحين خلي الحين ناصر قول له ابغى ورقه زين ونعطيه معها الحين ناصر؟ ياسر مقرر الاجر انا ما اقدر اتجاوزه عرفت؟ مباراة عند يوم السبت ما لي علاقة طلب مني مباراة الساعة 3 يوم السبت اي ياسر موجود انا ما لي علاقة انا معاك فيها مع سعد الحيوي سعد الحيوي؟ اي حكم اول الشهر انا ثاني والله هو شنو وين هو المباراة؟ Thank you.
جيتك على طول. ها؟